أجمل أجمل الأوقات اللي بحبها بصراحة، بصراحة بحبها كثير الأجواء هذه. بس هذا لو كنت أنا بغزة طبعا. شايفين هذه، هذه زي ما حكينا عن هذه العرباية، هذه يا جماعة هذه على وسيلة التنقل، صارت هذه صارت وسيلة التنقل. يا الله ما ألذ الشتاء، أجمل حاجة في الشتاء الأمطار والأجواء الرائعة، عن جد عن جد ما أجملها. الشتاء مايل ما شاء الله، بس عن جد عن جد عن جد الناس متبهدلة هنا، والنازحين تبهدلوا كثير كثير. حسبي الله ونعم الوكيل. السيارات رحتها بالمرة كلها بتستخدم السيرج، فيش وقود بيستخدموا بدل الوقود السيرج. الرائحة كثير كثير كريهة. سبحان الله الشتاء له مميزاته، انه بتغسل بيغسل الجو، بتغسل الروائح الكريهة والتلوث الفوسفور. هذاك الحطب هياخذوا له عشان ايش؟ لا يخبزوا فيه ويطبخوا فيه الناس. وسيلة التنقل كل البسكليتات والحمير والاشياء هذه. حسبي الله. هذه الاجواء كلها في دير البلح. بس على المدارس هذه في الشوارع نوعا ما، المدارس هي اللي تبهدل اكثر حاجه، والناس لسه في نازحين كثير كثير في المستشفيات، في ساحات في ساحات المستشفيات، وايضا في في ساحات الشوارع نايمه.